قال الأصمعي: لما حضرت جدي علي بن أصمع الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني عاشر الناس معاشرة، إن غبتم حنوا إليكم. بعض الناس إذا غاب عنك اشتقت إليه، اشتقت إليه مع حنان، أنه كان دفء لك وأنه كان يدخل السرور على قلبك وأنه كان يعلمك مثلا. فوالله موت شيخنا علي الحلبي رحمة الله عليه، أنا شخصيا أتفقد هذا الشيء، فكنت دائما كل فترة أسبوع أسبوعين أذهب زيارة خاصة له فأستفيد منه، سواء وافقت أو خالفت أنا مستفيد. فهو رحمة الله عليه صدره واسع وعلمه غزير ويقبل النقاش والأخذ والعطاء رحمة الله عليه. فمثل هذا جمع بني فقال: يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم حنوا إليكم، اشتاقوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. والله بكيت على الشيخ علي أكثر من أمي وأبي، مع أنه موت أمي وأبي شديد وماتوا بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر نفسك من أي صنف. بعض الناس يقول لك فلان غايب، والله ارتحنا منه، والله لو من زمان بطلنا نشوفه. لا، إذا كنت من هذا الصنف فأنت صنف وضعك صعب. من فلان؟ ما عدنا نراه. ولا إله إلا الله. فإذا مت، بعض الناس يا جماعة أنه شخص مات طبعا، كنا هذا لا نجيزه، وزع كنافة، نقول هذا لا يجوز، هذا شماتة، لا يجوز. ميت مهما كان هو مات، ليس الوقت وقت توزيع حلويات فرحا بموته، لكن نقول انظر المعاكة. وبعض الناس يبكي فترة قصيرة ثم ينساك، وين يتذكر إذا كان ابنك طلع 5 ليرات عنك؟ الله يا أبي ما شاء الله ربانا، فقديش الأمية؟ 3 سنين. والله بشيخ صار 5 دنانير أطلع عنه. 5 دنانير؟ شو مغلب حالك؟ خليني ما شاء الله. وانت شايف شيخ الوضع، كورونا وما كورونا وكل اللي أجانا يعني في هالسنتين أكم من 1000 يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر نفسك، هل إذا مت بكى الناس عليك؟ هل فقدوا أصلا في حياتهم؟ ولا وجودك وعدم واحد؟ وبعض كبار السن يقول قصة فيها عبرة. قال: مر رجل بمقبرة فوجدوا قبرا كبيرا مكتوب عليه: هذا قبر جبر، من بطن أمه للقبر. فاستغرب ذاك الشخص الذي مر بتلك القرية وتلك البلدة، كيف لو كان من بطن أمه للقبر لكان القبر إيش؟ صغير. فسأل أهل القرية، قالوا: هذا عاش 60 سنة ولكنه لم ينتج شيئا، لا زوجة ولا أولاد ولا عمل، ماذا يخطر في بال؟ لم ينتج شيئا، من بطن أمه للقبر. فانظر نفسك، أنت مثل جبر؟ مش بغض النظر عن الأسماء يعني، بلاش بعض، لا، هل أنت مثل ذاك من بطن أمك للقبر، أم أنك ستترك بموتك فراغا، ستترك شيئا
مهما للناس فقدوه سيبكوا عليك. على كل حال هذا الأثر لا نستطيع أن نطيل الوقف عليه أكثر من هذا.